إلى موضوع آخر وفي قطاع الصحة قرر وزير الصحة وقف طبيب جراح ارتكب خطأ مهني جسيم الطبيب أجرى عملية جراحية معقدة قبل يومين وهو في حالة السكر الطبيب يشتغل في مستشفى أزميرلي بالحراش وكان فاقدا للوعي أو الوعي عفوا جزئيا حيث أوقف عن النشاط أو أوقف عن النشاط لمدة ثلاثة أشهر وسيحال على لجنة التأديب